نعم طبعا الفقرة هذه مشاهدينا راح تكون بقيادة الحداق الكبير مش عندك عندك ترى منصب او مسمى ناخذه ما هي حق احد صدق اي يعني بعد نجيب ما تقدر ناخذه بالبر وعارف تفاصيل البحر يعني وين ما تحطه ناخذه أنا بالنسبة لي لا والله يعني عليال وممكن أحدق شوية الحداقة تحديداً الفقرة راح يستمتعون فيها أكيد. أكثر مثل ما ذكرنا بالمقدمة نظم النادي البحري الرياضي الكويتي النسخة 48 من بطولة الكويت السنوية لصيد الأسماك مشاركة هي الأكبر في تاريخ هذه البطولة نعم أكيد خلونا نتعرف على هذه البطولة مع ضيفنا بالاستديو مدير لجنة التراث البحري في النادي البحري ورئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الحداق الأستاذ حامد ثامر السيار صبحك الله بالخير أستاذ حامد حياك الله صبحكم الله بالنور صبحكم الله بالنور وحياكم الله ومشكورين على هذه الاستضافة الله يسلمك شكرا على تلبية الدعوة قبل أن نبلش وياك في تفاصيل هذا الموضوع خلونا نشوف تقرير اللي عد لنا الزميل نجيب القحطاني من فعاليات هذه البطولة شنو الصورة عنده مشاهدينا الكرام مثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا برنامج اشراقه الكويتيه يكون موجود في اماكن كثيره رغم اليوم ما شاء الله الامطار الحلوه الجميله لكن النادي البحري الرياضي الكويتي عمل مسابقه للشباب الكويتي وهو مسابقه صيد الاسماك وهو الحداق اللي دخلوا في هذه المسابقه 108 منها الطراريد اللي موجوده لكن على كل طراد 3 اشخاص يمكن تلاحظون الان موجودين قاعدين يوزنون الان الوزن راح بعد ما يوزنون راح يشوفون من الاول والثاني والثالث راح تكون هذه المسابقه جميله لكن احنا راح نتابع معاكم اول باول من اول ما دخلوا البحر لين وصلوا لين يوزنون لين يعطونهم الجوائز وهم اللي دائما ما شاء الله شباب الكويت يتميز في الحداق خلينا نشوف معاكم لبرنامج شراق الكويتيه الوزن يوم دخلوا عند توزيع الجوائز ضحيت بنفسي انا النار 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 بقلبي نار على فرقاك النار بقلبي نار اللهم لك الحمد مسابقة اليوم بإذن الرحمن نجحت في جميع المقاييس كنا متخوفين للأمانة من الأجواء المتقلبة ومن الأرصاد الجوية ولكن عقب ما اجتمعت اللجنة المنظمة أمس وخذينا بعض آراء المسؤول يعني المتمرسين في الأجواء الجوية وكذلك بعض آراء المتسابقين قررنا أن نقيمها اليوم واللهم لك الحمد في هواء وسوايب بسيطة ولكن اللهم لك الحمد كانت أجواء جدا ممتازة جدا رائعة كذلك الصيد يعني للأمانة سنوات كثيرة سابقة ما شفنا صيد مثل صيد اليوم من تنوع من أحجام من كم اللهم لك الحمد وهذا من فضل رب العالمين للحين في بالي رحت وين رحت وين رحت وين يا الغالي رحت وين يا يمان أول شيء نشوف السمكة السمكة بايتة في ناس يغشون يعني من قبل كم سنة ناس غشت وطلعت من المسابقة تبين السمكة مالت بايتة مالت أمس أو أول أمس بس السمكة الموجودة ما شاء الله كلها طازج وكلها السمكة طيبة السمكة طيبة وزناهم 22 كيلو هذا اللي طلع رقم ما أذكر رقمه والله بس ما شاء الله سمكته طيبة صايدها حلوة هلا يا يختار يا بال الموت بس يختار كان ضحيت بنفسي انا اول ما دشينا ماكو شيء ترى يعني يمكن على العشر تقريبا تغيرنا المكان ويانا الرزق من الله سبحانه وتعالى كله نويبي وهذا غير اللي فتلته بعد يعني واحده توصل للمكينه وتفتلت الحمد لله الله وفقنا يعني والله الحمد لله توفقنا صدنا 2 فروق شماهي وصدنا نويبي صدنا ضلعتين وصدنا ينمه وحره واحده
عدنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد ونبدا حوارنا مع ضيفنا الناخذ حامد سيار. استاذ حامد، يعني هذه النسخه المسابقه نسخه رقم 48. نعم، ما شاء الله عدد كبير من البطولات، لكن شو اللي يميز هذه النسخه عن غيرها من المسابقات؟ نعم، بفضل من رب العالمين مثل ما تفضلت، هذه النسخه 48 اللي يقيمها النادي البحري الرياضي الكويتي سنويا. الحمد لله الحمد لله توفقنا في هذه النسخه، امتازت هذه النسخه في العدد الكبير من المشاركين بالاضافه الى الصيد المتنوع والوفير. يعني للامانه سنين طويله ما حصلنا هذا التنوع من الاسماك وهذا العدد هذه الاحجام من الاسماك. التقرير شفناه اللهم لك الحمد، ولكن في اسماك كثيره ما طلعت في التصوير، اكثر شيء تركز بالتصوير على النويبي، ولكن اللهم لك الحمد كان في فروخ الشماهي وكان في البالول وكان في الضلعه وكان في السكن وكان في النويبي والتنعد عفوا والدويلمي وكذلك العندق والشعري والشعم. فاللهم لك الحمد كانت مسابقه جدا مميزه، الاجواء كانت جدا مميزه كذلك، ولكن في عزوف كبير عن المسابقه بسبب التخوف من الاجواء. والحمد لله ما اقمناها الا احنا ان شاء الله باذن الرحمن، عقب ما بحثنا وسالنا ضمننا ان شاء الله الاجواء كانت بتكون مناسبه. يعني بهذه النسخه الرقم الكبير عدد المشاركين ولا الصيد؟ 48 كمسابقات اقامها النادي البحر الرياضي الكويتي، ولكن كصيد اللهم لك الحمد الصيد يعني حسنا الرقم فارق فوق ال 108 تقريبا مشارك. 108 مشارك اللي مسجلين فعليا كتسجيل اكبر عدد على مر المسابقات، 187 مشارك اللي عزفوا عن الحضور حول ال 70 75 مشارك خوفا من الاجواء. طبعا المتسابق يهم النظرة العامة، ولكن احنا كلجنة يهمنا ان ما نطلع الناس او المتنافسين الا في اجواء لابد من وجود فيها السيفتي والامن والامان. والحمد لله عقب ما اجتمعنا كلجنة تنظيمية وعقب ما بحثنا مع الخبراء في الارصاد الجوية في الكويت وتواصلنا مع عدد كبير منهم، كذلك اخذنا بعض اراء المتسابقين، تاكد لنا الوضع ان الجو العام مناسب، الهواء والتحذيرات اللي وصلت كلها تتركز في منطقه الجنوب بعيده عن المنطقه اللي احنا فيها، وحرصنا الحمد لله على ان نقيمها في بناء على الاراء اللي وصلتنا وبناء على الكلام اللي وصلنا. والحمد لله اثبتت اللجنه والاراء اللي اخذناها ان على صحه وامورنا مشت على ما يرام. ما شاء الله. في شيء لفت انتباهي بهذه المسابقه وتحديدا في هذه النسخه من هالسنه، اعتقد اول مره تسوونها من قبل هي مشاركه النساء. نعم نعم نعم. من وين جت هالفكره؟ نعم، احنا شاركنا كنادي بحر الرياضي الكويتي في كثير من البطولات الخارجيه ولاحظنا كثير من المشاركات النسائيه. امين السر عندنا في النادي البحري حريص على اشراك العنصر النسائي في هذه البطولات، وهو اللي حرص انه يعني بقول لكم موضوع انه يقيم مسابقه خاصه للنساء في الاشهر القادمه ان شاء الله باذن الرحمن. اخوي الله يصبحه بالخير خالد الفودري، الحمد لله في البدايه شاركوا معنا فريقين عائلات في حداقات، في عائلتين شاركوا معنا بالمسابقه طبعا وياهم ابوهم، فهذا الحمد لله كبدايه يعني موفقه ان شاء الله، ولكن شيء غريب طبعا على المجتمع الكويتي، عشان كذي ما كان في فرق كثيره. بداية هذا طموحنا أن يكون في عنصر نسائي مشارك، وإن شاء الله في المسابقة الجاية اللي قدمها أخوي خالد الفودري أمين السر العام في النادي البحري مسابقة خليجية نسائية في الأشهر القادمة إن شاء الله. يا رب. نعم، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الأعداد اللي تكلمت عنها أعداد كبيرة في هذه السنة، لكن أنا شوي بأخذ في تفاصيل هذه المسابقة. ودي اعرف اول شيء يعني شروط قبول مثلا المتسابقين، هل في شروط معينه؟ هل في فئات معينه تقبلونها في المسابقه؟ نعم. انواع مثلا طراديد معينه، انواع الادوات الصيد؟ نعم بشكل نعم. تفصيلي يعني كل مسابقه لابد ان يكون لها شروط تخدم المسابقه وتبتعد عن مخالفه القوانين وشروط الدوله ومؤسساتها. نعم. حرصنا على ان ما يكون عندنا اي تجاوز في استخدام ادوات الصيد الممنوعه في قانون الكويت وقانون مؤسسات دولة الكويت، استخدام السنارة والخيط فقط لا غير، كذلك الخيط ما يكون فيه أكثر من 3 ميادير على أساس لا ندش في المخالفات القانونية،
بالنسبه للمشاركين حرصنا على ان يكون المشاركه مقتصره على الشعب الكويتي فقط لا غير، مع احترامنا وتقديرنا لجميع الوافدين وغير الكويتيين، لهم كل تقدير واحترام، ولكن حرصنا ان تكون هالمره اتكلم كشرط ان يكون كويتي سواء كان صاحب الطراد او مرافق. بالاضافه الى ان الطراريد لا تتعدى 33 قدم خليجي، اليخوت والطراريد الكبيره ممنوعه من المشاركه، كون انها فيها يعني كباين وفيها صعوبه في تفتيشها، حرصنا على ان يكون الموضوع سهل ومتاح لجميع الهواة ومحبين صيد الاسماك، خصوصا الهواة ومحبين صيد الاسماك غالبا ما تكون طراريدهم في هذه الاحجام الصغيره. ناخذ حامد، ذكرت الجو، يمكن البطوله اقيمت يوم السبت اللي طاف تقريبا. نعم. الجو كان هواء غائم في مطر. نعم. اثر على الصيد ولا ما له علاقه؟ بالعكس، الجو كان في مطر صحيح، والمطر بناء على الاراء اللي اخذناها بتكون متفرقه وبتكون بسيطه الى متوسطه، والحمد لله هذا اللي حصلناه بالضبط مثل ما وصلنا من كلام يعني. اما الهواء ما كان فيه هواء الا سوايب خفيفه وما اثرت نهائيا على المسابقه، ولو احنا حاسين من عقب اسئلتنا ومن عقب اجتماعنا ان في تاثير على المتسابقين كان كنسلنا المسابقه واجلناها حمايه للمتنافسين، ولكن وصارت من قبل تاجلت. صارت من قبل، احنا همنا وشغلنا الشاغل حمايه المتنافسين سلامتهم، والحمد لله الاجواء كانت جدا مناسبه، فعلا في سوايب خفيفه ولكن ما اثرت على الصيد، والحمد لله قاعد اقول لكم ان هذه السنه تميزت في وفره الصيد، وهذا هدفنا، والحمد لله بالعكس الجو ساعد في يعني حصول على السمكه الكبيره والسمكه يعني الكثيره يعني. نعم، على طاري وفره الصيد يعني ما شاء الله في هذه المسابقه. نعم. هل يعني تحديد اليه الفوز هي تعتمد على وفره الصيد وكثره العدد، ولا تعتمد على فئات اخرى مثلا الوزن يعني؟ نعم، احنا هدف النقطه الاساسيه في مسابقتنا الحرص على الحصول على اكبر وزن من الاسماك للصيادين، ازلنا مجموعه من الاسماك اللي هي مخالفه لقوانين البيئه اللي ممنوع صيدها، ازلنا كذلك الاسماك الصغيره كلها ممنوعه من دخول الميزان، اي سمكه طبعا ما تنوكل كذلك ازلناها، فتمينا على انواع معينه من الاسماك، الهدف الحصول على اعلى وزن بالنسبه للاسماك المختاره صيدها. اكيد ناخذها حامد، بنكمل وياك اكثر، لكن لاهل البحر والحدائق تحديدا المستمتعين في هذه الفقره راح يستمتعون اكثر في اللقطات اللي جايه. Here.
نعم، عودة لكم مشاهدينا من جديد، نستكمل حوارنا مع النوخذة حامد السيار من بعد هذه اللقطات الجميلة اللي شفناها صراحة. يعني يعطيكم العافية، نجدد لكم صراحة شكر على مثل هذه المسابقات. لكن أنا برجع معاك شوي تاريخيا بتاريخ هذه المسابقة. احنا نتكلم عن النسخة 48، 48 نسخة، عدد كبير وسنوات طويلة. أكيد أنا واجهتكم صعوبات وتحديات للاستمرار إلى اليوم هذا. نحن نتكلم عن سنة 24، مسابقة إلى الآن مستمرة، لا وبالعكس الإقبال قاعد يزيد والعدد قاعد يكبر. شنو الصعوبات اللي واجهتكم؟ والله شوف، من ناحية صعوبات ما تواجهنا غير المخاطبات الرسمية والتوجيه الدعم من الجهات الحكومية الرسمية. هي شوية اللي تأخر علينا، هذا اللي أخرنا في بعض الأحيان أن نحصل الوقت المناسب للصيد يعني. فالحمد لله يعني ما في عقبات صعبة، خصوصا أن النادي البحري الرياضي الكويتي موفر لنا جميع الدعم المادي يعني الصراحة والمعنوي. قلت لك هي بس مشكلتنا مع المخاطبات اللي هي تطول علينا شوي في الردود. والحمد لله الأمور ماشية، كل مالنا ونتطور في هذه المسابقة، وهذا دليل على أن التجمع الكبير من المتنافسين والمسجلين في هذه المسابقة دليل كبير على نجاح المسابقة والحرص على الاستمرارية في المشاركة فيها. لا شك نأخذ أهل حداق والبحر بيطالبونكم أكثر وأكثر بتطوير هذه المسابقة وتوسعها. نعم. الصيد مقتصر على الخيط. نعم، الخيط والسنارة. في سنارة، في سنارة. نعم. ليه بنطورها لقدام؟ شنو ممكن نسوي اكثر؟ شوف، بالنسبه حق مسابقتنا هذه ما فيها اي تطوير، ما تقدر تطور فيها اي شيء. اذا بتطور فيها بتدش في منافسات تكنولوجيه وفي منافسات مستحدثه، الا وهي استخدام الجيجينج اللي هو الطعم الصناعي، واستخدام بعض السنانير المعينه وبعض المكاين وبعض الامور. فاحنا هذه مسابقتنا خاصه في الحداق. النادي البحري حريص على التوسع في اقامه او الحصول على اكبر منافسين في شتى المجالات. عندنا مسابقات غير مسابقة الحداق لصيد الأسماك، مسابقة خاصة في الجق والتشخير، مسابقة نسائية، بالإضافة إلى مسابقة الصيد الإلكتروني اللي هي السلمينيتر هذه. فإحنا حريصين قاعد نتوسع في الأمور والمسابقات اللي ما تخالف القانون. في الماضي كان النادي البحري عنده مسابقات انمسحت من التاريخ أو انمسحت من الجدول، ألا وهي الصيد في القراقير والصيد في القنبار. فدام أن الدولة منعت صيد القنبار والقراقير، فالنادي البحري كفيل في انه يلتزم في قوانين الدوله، وكذا من بعدها كنسلنا هذه المسابقات ولجأنا لمسابقات اخرى مع الحداثه مع التطور اللي هي الجيجينج والتشخيط. وتبارك الرحمن شباب الكويت ابدعوا في هذا الجانب وفي هذا المجال، والنادي مثل ما قلت لكم حريص على اقامه جميع البطولات والمنافسات والمسابقات الرياضيه، سواء كانت في الصيد والحداق او في الرياضات البحريه الاخرى. في نفس الموضوع، موضوع تطوير المسابقة، تكلمت قبل شوي أن النادي راح إن شاء الله راح يقيم بطولة لنساء الخليج. نساء الخليج احنا اليوم، وايضا البطولة هذه بطولتكم الرجالية، او البطولة هذه الأخيرة آخر نسخة كانت مخصصة فقط حق الكويتيين. هل ممكن نشوف أن مسابقة حداق يعني شاملة للخليج بشكل عام، ممكن تكون في أكثر من دولة، مثل يعني على غرار مثلا بطولات كأس الخليج مثلا في كرة القدم وهكذا يعني؟ نعم. بطولات تكون على مستوى الخليج، أندية البحرية بالخليج ممكن كلها تشارك في تنظيمها. نعم، احنا نسعى أن يكون في بطولات من هالقبيل هذا. احنا كنادي بحري أعضاء في الكونفدرالية العربية لصيد الأسماك، إن شاء الله بإذن الرحمن راح تكون عندنا بطولة في شهر واحد أو اثنين إن شاء الله، خاصة في الدول العربية والخليجية بالإضافة إلى الكويتيين. المسابقة راح تكون شاملة بين الحداثة والتقليدي، اللي هو التقليدي اللي نسميه حداق صيد بالتسقيط اللي هو الحداق، وصيد بالجر اللي هو التشخيط. فإن شاء الله بإذن الرحمن في توجه أن نقيم بطولة عربية إن شاء الله، كنا مثل ما قلت لكم احنا اعضاء في الكونفدراليه العربيه لصيد الاسماك، فيها مجموعه من الدول العربيه، منهم الاردن، منهم تونس، منهم لبنان، منهم البحرين، منهم عمان، منهم الكويت، منهم ذكرت لبنان انا، منهم مصر، بالاضافه الى الدول الخليجيه بصفه عامه ان شاء الله، والكويتيين باذن الرحمن راح تكون ان شاء الله في شهر واحد او اثنين. توقع الكويتي ينافس بين عمان وهالدول العربيه اللي ذكرتها؟ اللهم لك الحمد. هذا سؤال كنت اتمنى تسالني فيه. انا عندي مجموعه في النادي البحري الرياضي الكويتي من فرق الصيد، عندي ثلاث فرق صيد،
شاركنا في أغلب الدول العربية هذه سنويا قاعد نشارك في دول متعددة. اللهم لك الحمد ما طلعنا من المراكز الأولى ولا مرة من مشاركاتنا الـ 12 مشاركة طلعنا من المراكز الأولى. ختمناها في قبل شهرين شهر 9 أو شهر 9 في العقبة الأردن، حصلوا الفريقين على المركز الأول بأكبر سمكه وعلى المركز الأول في أعلى وزن، بالإضافة إلى أن الفريق اللي حصل على المركز الأول في أكبر سمكه حصل على المركز الثاني في أعلى وزن. فالحمد لله الكويتيين في آخر مشاركة لهم بين الدول العربية خذينا أفضل المراكز على مر تاريخ البطولات هذه. جايش يعني في منافسة وأكيد نتطلع لمزيد من التنافس أكثر يعني في دول الخليج تحديدا. نعم في منافسة عالية. نعم في 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 أهل البحر وفي حداقة وفي يعني في منافسة ترتقي إلى أن تكون منافسة طموحة. أنشطتكم اللي تقيمونها في في النادي البحري لا شك أنها تعزز من من جانب التراث. نعم وتأصل عندنا حق الصغار قبل الكبار. نعم وبرنامجكم طول السنة موجود في فعاليات. نعم لكن الفعالية الأهم شنو هي؟ الفعالية الأهم أنت وصلت لها بكلامك هي التراث، هي إحياء ذكرى الغوص على اللولو. لجنتنا لجنة التراث البحري في النادي حريصة على الاهتمام في التراث، بدينا بالتراث كصيد أسماك حداق كغوص تقليدي، بعدين دشينا في سوالف الحداثة اللي هي الجر وما جر والأمور، والحمد لله عندنا فعاليات كثيرة حرفيين وعندنا معارض تصوير فوتوغرافي خاصة بالتراث البحري وعندنا مشاركات بالكويت وبالخليج وبالدول العربية لإحياء هذا التراث. فعاليتنا الأهم هي إحياء ذكرى الغوص اللي يقيمها النادي البحري الرياضي سنويا. الحمد لله السنة الأخيرة هذه كانت سنة مميزة، صحيح أن عدد السفن المشاركة قليل 4 سفن فقط، ولكن اللهم لك الحمد كانت مميزة بحكم أنه وقفنا فترة طويلة عقب جائحة كورونا وبحكم بعض المراسلات والمخاطبات تأخرنا، فوجود 4 سفن في السنة الأخيرة هذه كانت يعني جدا مميزة وجدا ناجحة، وإن شاء الله نطمح على أن يعني نصلح ونعدل بقية السفن للمشاركة في السنوات القادمة إن شاء الله. شايف شايف نوع من أنواع المسابقات اللي يسوونها؟ والله صراحة أنا استمتعت بهذه مسابقة الحداق إيه؟ لكن لا بشكل عام لا والله. لا تراثي إذا ماني غلطان أنا قبل 9 أو 10 سنين شاركت فيها. نعم. كانت متعة. إيه؟ نعم. كانت متعة بكل تفاصيلها، لبسة الوزار، الفنيلة، الـ الـ نعم. النهمة، التفاصيل. كلمني أكثر عن تفاصيل المسابقة. الهدف من إحياء ذكرى الغوص مو هدف تسلية وروحة وردة، الهدف يعني إعطاء هذه الأجيال المتعاقبة تفاصيل دقيقة عن ماضي آبائهم وأجدادهم، عن تاريخ الكويت، عن مصدر الرزق الأول للكويت في السابق قبل ما في نفط. أصعب مهنة مرت على مر التاريخ على جميع شعوب العالم الغوص، لأنها النوم بالحسرة، الأكل بالحسرة، المرض، السفر، الأهل تعبانين 4 شهور أهلهم يفارقونهم. فإحنا حريصين على إعطاء الأجيال المتعاقبة التفاصيل الدقيقة سواء في حياتهم اليومية، في طريقة الغوص التقليدي، في طريقة الأكل، في طريقة النوم، في طريقة فلاق المحار، طريقة استخراج اللولو، طريقة استخراج المحار كذلك. يعني حريصين على إحياء التراث البحري بصفة عامة في نفوس العيال وفي نفوس أولياء أمورهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله النادي البحري الرياضي الكويتي الجهة الرسمية الوحيدة اللي مهتمة في هذه الرحلات، وهي الوحيدة اللي تبارك الرحمن اللهم لك الحمد والله يتم علينا تحصل على دعم مادي ومعنوي من النادي البحري الرياضي الكويتي، ودعم سامي وفخر لنا من أبونا الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح الله يطول بعمره. كفاية أن احنا نطلع سنويا تحت اسم أمير دولة الكويت الله يطول بأعمار الموجودين والله يرحم اللي راح منهم. اللهم آمين. أكيد أنا ظهر ترى قبل شوي صراحة أنا ما استوعبت سؤالك بشكل على قولتهم واضح، أنا بالي تسولف عن المسابقة لكن الفعالية فعالية الغوص على اللولو. أي لا احنا صراحة شفتهم يعني، وإحنا كان يعني كان لنا تقرير هنا في إشراقة الكويتية من إعداد الزميل فهد التركي راح طلع معاهم وصورهم. صحيح. كانت يعني صراحة تقرير جميل واستمتعنا في هذه الأجواء. نعم. لكن على طاري يعني تأصيل هذا التراث فينا وبعيالنا، أنا صراحة ودي أوجه لك سؤال فيما يتعلق بموضوع تعليم
النشأة والعيال الصغار الشباب الصغار هذه هي على قولتهم الهواية هذا التراث عندكم اليوم بنادي البحري. الواحد اللي وده يعلم أبنائه ممكن أنه مثلا في عندكم خلينا نقول إن صح تعبير كورسات تعليمية لمثل هذه الأمور. نعم احنا هذه الرحلة دائما يسبقها دورة تدريبية مدتها شهر ونص نعلن عن فتح باب التسجيل لجميع شرائح الكويت والحمد لله تينا أعداد كبيرة من المشاركين سنويا إذا أنت كل سنة تدرب لك 200 شخص ما نبي نقول زيادة سنويا تدرب لك 200 شخص وتعلم 200 شخص هذا كفيل بحد ذاته أنه توصل المعلومة للولد ولي أمره اللي يسأله ها سويت اليوم شنو تعلمت اليوم شنو عرفت اليوم وبعض أولياء الأمور شغوفين في معرفة التفاصيل يبحث من خلال الكلام اللي سمعه من ولده ويعلم ولده وفي أولياء أمور من الآباء يعني حضروا معنا الفعالية اللي هي الرحلة وشافوا بعينهم الولد شنو يسوي أثناء الرحلة الفعلية فحريصين على إيصال الرسالة كما هي للشباب ولأولياء أمورهم وللعامة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عندنا في النادي البحري الرياضي الكويتي. لازم نركز على الأطفال تحديدا أو الصغار بالسن خليني أقول نعم. لأن المعلومة ترسخ عندهم أكثر صحيح. ياخذها حرفيا مثل ما كان الأجداد يتعاملون معها بالبحر صحيح. وعيشها بتفاصيلها بمعنى أنه ما هو والله طلعت بحر وناسة ونرجع على البوم لا تعيشها بفلق البحار على قولتك وغيره وتعيش صحيح. يعني أنا للحين ما أنسى حفظتها من الدورة يوم ما عمري جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي نعم. إنما كان النعمة والشيلة نعم. 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 كانوا يعلمونا إياها بذاك الوقت بس نعم. عاشت ويانا سنين نعم. نعم نعم فائدتها الصغار أنا عندي صغير ودي أودي عندكم شلون طريقة إني أسجله شوف أنت يعني قلت كلام جدا جميل اللي هو الصغار بالعمر يلقطون بسرعة فإحنا كنادي حرصنا على استقطاب الصغار بالعمر اللي ناخذ من 14 سنة إلى 19 سنة فهذه الأعمار هي أكثر أعمار ممكن تلقط منك كذلك ناخذ 13 و12 سنة شرط أنه يكون ولي أمره بالدرجة الأولى من النواخذة الموجودين علشان يتحمل مسؤولية الهدف من الخوف أنه يشاركون الصغار أنه ما تقدر تسيطر عليهم في البحر وكون ولي أمره وياه يقدر يساعده احنا قاعد نعطيهم دورة كاملة عن الغوص التقليدي طريقة الغوص التقليدي عن المسميات عن أجزاء السفينة عن طريقة تسيير السفن هذه اللي من غير إشراء كذلك الفن البحري اللي حفظت منه ما حفظته فإحنا حريصين على استقطاب المجموعة هذه حريصين على تعليمهم هي مثل ما قلت هي مو رحلة ترفيهية لا أنا أقول لك هي رحلة ترفيهية ورحلة تعليمية ورحلة من الرحلات القلائل اللي فيها مجموعة تطلع مثل ما أقول لك رحلة يعني جماعية تعارف وناسة وتعليم في نفس الوقت يعني رحلتنا رحلة شاملة كاملة يستفيد منها المشارك تنقونهم نقوة يعني كل المتقدمين مقبولين ولا لا نختار ايه أنا الحين برد على كلامك لأني ما خلص كلامي إن إحنا نختار في شرطين بسيطين ماكو غيرهم إنه يعرف يسبح يجيد السباحة كذلك لائق صحيا ما أبي أكثر من كذي ليش أكثر من كذي لأني أنا ما عندي الوقت اللي أعلمك تتسبح أو أن أنا بروح بنص البحر بعلم عيال الناس ولا بتابع بعضهم فأنا الهدف أن يجيني الولد جاهز يعرف السباحة اثنين لائق صحيا الأجواء حارة ورطوبة وغبار مرات فما عندي استعداد يعني أني لا سمح الله يطيح عندي أحد وأقعد أخوف أهل أن ولدكم طاح تعالوا أخذوه أو شيء هدفنا طلبنا بسيط ومتواضع أنه يجيد السباحة وأنه لائق صحيا اللي ما يعرف يتسبح من الحين ويجهز ولده من الحين حق الموسم إن شاء الله جميل أثناء خلنا نقول أثناء تعليمكم لهؤلاء بالفئة هذه من 13 إلى 19 أنا أشبه الموضوع شوي مثل يعني مدرب كرة القدم اللي عنده فريق وقاعد يشوف اللاعبين في تحس واحد مميز زي واحد هذا يتعلم أسرع من هذا هذا تحس إنه والله له مستقبل هذا ما شاء الله تبارك الرحمن مو محتاج تعليم النظرة هذه تشوفونها بالأطفال اللي قاعد تاخذونهم بالشباب لازم تشوف النظرة هذه ليش لأن أنت تبي الاستمرارية والاستمرارية ما تتم إلا بطاقم موجود يعلم وطاقم موجود يسير هذه السفن
وتبي تبدل بالنواخذه اللي كبروا، لان ليش؟ في ناس صار لهم ظروف، في ناس كبروا، وفي ناس عندهم مسؤوليات، يقول لك انا خلاص انا اكتفيت. فانا من خلال هالناس اللي قاعد اقول عنهم متميزين وادخلهم دورات تدريبيه، يترشح انه يكون مجدمي عقب ما يصير طبعا غيث، وعقب ما يصير سيد يترشح انه يكون مجدمي. المجدمي هو مساعد النوخذه، هو اللي يقوم في تجهيز السفينه ككل، هو اللي يقوم في متابعه الشباب ككل. هني تجي المسؤوليه اللي ياخذها كشخص متمرس ومتمكن وعنده القابليه للعطاء اكثر. بعدها يترشح انه يكون نوخذه. احنا بدينا من سنه 86 في هذه الرحلات. في ذاك الزمان كان النواخذه من الرعيل الاول الله يرحمهم جميعا. امين الله يرحمه ويطول بعمر اللي موجود منهم، يمكن اثنين او ثلاثه الموجودين منهم. ولكن حاليا انا املك 16 نوخذه، اكبر نوخذه فيهم عمره 42 سنه. فهذا يعني كل هاللي طلعوا تتلمذوا ومشوا في طريقة تسلسلية إلى أن وصلنا إلى المرحلة الحالية. أصغر نوخذة عندي عمره 31 سنة. يعني اللي شوفنا وحاب الموضوع يقول لك أنا ممكن أدخل وأكون والله ويستمر غيص بعدين سيب بعدين مجدمي بعدين نوخذة. الأغلبية وصلوا كذي، الأغلبية وصلوا إلى مرتبة النوخذة بهالحالة. أنا أتكلم عن نفسي، أنا دشيت تباب صغير عمري 8 سنين ومشيت وتتلمذت لما وصلت نوخذة. الحين أنا ماسك مدير اللجنة، فأنا ناتج هذه اللجنة وهذا النادي البحري، حالي حال المجموعة اللي موجودين. إحنا اليوم موجودين، باكر غيرنا بيمسك، لابد إنه يكون شخص من الناس اللي تلمذوا ومشوا في هذه السلسلة المترابطة. ودي أخذ لمحة سريعة يعني نستفيد منها إحنا وأكيد المشاهد، المسميات اللي قاعد تقولها. نعم. غيص، تباب، مجدمي، شنو هم؟ هذيل طاقم السفينة الخاصين في الغوص فقط لا غير، لأن كل طاقم لهم أسماء، السفر له اسم والقطاعة لها اسم والغوص له اسم. فالطاقم الناس الموجودين على ظهر السفينة نبدي من أصغر واحد اللي هو التباب. تباب. التباب شنو وظيفته؟ وظيفته يعني يطلع غالبا يطلع مع أبوه يتعلم أمره بين 8 سنين إلى 12 سنة. هذا غالبا يتعلم يطاول، يصب الشاي القهوة، يشوف الفلاقة شلون يفلقون، عقب ما يفلقون يفلق وراهم الحصيلة من السحتيت اللولو الصغير نصيب التباب. هذا متعارف عليه على على الكويت تاريخيا. اي بعد التباب الرضيف، الرضيف هذا اكبر، يصير عمره بين 14 الى 18 سنة. هذا يساعد في امور تجهيز السفينة ويساعد السيب في الامور اللي يقوم فيها، من فلاق ومن سحب للسيب ومن سحب للغيص عفوا ومن يرار للسفينة، ويساعد في الخطفات. هذا بالنسبة للرضيف. بعد الرضيف يجينا السيب، السيب اللي هو يسحب الغيث وهو مسؤول عن جميع الأعمال على ظهر السفينة، من تجهيز، من فلاق، من أمور. أي بعده اللي هو هذا يعتبر يعني الكشخة، هذا الغيث. الغيث من بيتهم ليه السفينة يغوص يرجع بيتهم ما يسوي شيء. ليش؟ لأنه عليه عاتق الغوص وعليه عاتق المسؤولية كاملة ومعرض للمخاطر الكبيرة. فهذا الغيث وهو أساس الرحلة. ويجي بعدهم المجدمي اللي هو مساعد النوخذة، ويجي بعدهم النوخذة. هذا الطاقم الأساسي. أما في طاقم ثانوي اللي هو الطباخ، النهام، السكوني اللي يمسك السكان. هذا الطاقم ككل يعني يعتبرون على ظهر السفينة. أنا صراحة يعني استمتعت بالأدوار كل واحد فيهم، ولكن أيضا بحاول يعني أو بوقف عند النهام. نعم. أوكي، أنت ذكرت لي كل واحد ومهمته وكل واحد ودوره. نعم. شنو دور النهام في الرحلة وشنو تأثيره على الكل، على الكل الموجودين؟ تعال الليل. تبي الكلمة بالمصطلح الجديد ولا القديم؟ والله القديم الجديد باور الشباب. القديم هو الحافز اللي يشتغلون على ظهر السفينة. هو اللي ينهم وهو اللي يعطيهم الحماس أثناء العمل. وكل يعني كلامه وزهيرياته ابتهال وطلب المعونة والدعم من رب العالمين. دائما يحفزهم عن طريق الطلب من الله أن يعينهم على العمل، فهذا يعطيهم حافز للعمل ويعطيهم شوية دعم أثناء اليرار أثناء الخطفة. في السابق لكل عملية تقوم فيها على ظهر السفينة نهمة أو فن بحري يساعد البحار على اللي يقوم فيه من عمل على ظهر السفينة. ودي أختم وياك نأخذ حامد بأجبل مشهد عادة يكون في رحلة إحياء التراث البحري، اللي هي القفال. نعم.
الاهل ناطرين على اليال والشباب رادين. هو فرحه سواء في الماضي او في الحاضر. في الماضي يعتبر عيد عند اهل الكويت، افضل يوم عند الكويتيين في الماضي ردت البحاره، افضل من اي يوم ثاني. ليش؟ لانهم هدوا اهلهم اربع شهور في البحر، ما يدرون هم زينين، هم لا تليفون لا رساله لا دنيا لا امور، فهذا عيد بالنسبه لاهل الكويت. كذلك في الوضع الحالي اهلنا وخواتنا واللي يتابعون عيالهم رادين بالقفال اسبوع، وبينهم بين بعض تليفونات في بعض الاحيان، ولكن تشوفهم اللي تبكي واللي هلامه ولدها واللي حريصه على ولدها، وحسوا ان عيالهم انجزوا وتعلموا وسووا وشافوا بعينهم وسمعوا بدونهم من عيالهم انهم سووا شيء. انا يما اليوم طلعت كنت محار زياده، انا فلك طلع لي لولو، انا قال لي انه اخذها كذي، فشعور جدا جميل. احتفال يصير عندنا في النادي البحري في الوقت الحالي، وهذا شعور جدا جميل بالنسبه لاولياء الامور والشباب كذلك. طبيعي تجربه جدا جميله، لازم تجربها باسل، يعني صغير كبير لازم يجربها، عساك القوه. الله يقويك. ناخذ حامد تامر سيار، مدير لجنه التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي، ورئيس لجنه منظمه لسباق الحداق. مثل هذه المسابقات والعديد من الانشطه اللي نحتاجها لاجيال قادمه نأصل فيها قيمه التراث ايا كان.